اخبار اليوم. زينب واسماء ان انا ترعبت جدا اول ما قريت الورق انه الاثنين وحشين، يعني الاثنين اشرار، بس بعد شويه لما قريت بدات الاقي لا اشوف ان دي حاجه تانية خالص. التانية كانت في القاصرات كانت عن وعي عن رؤيه، هي مش شريره، هي بس ليها شخصيه وليها راي، فكان عندها غضب من اللي حاصل، كان عندها وعي هي بتعمل ايه، عكس اسماء تماما ولا عندها اي حاجه، مش فاهمه هي بس شريره في المطلق، مش فاهمه هي بتعمل ايه. مسلسل بيدعو للدجل والشعوذه، ده كلام انا عن نفسي مش مقتنعه بيه. احنا بنتكلم عن ظواهر روحيه موجوده بالفعل، اللبس والاستحواذ، ومفسرينها بعض التفسيرات العلميه على لسان شخصيه حسام وشخصيه جمال، ولدرجة ان احنا ذاكرين كتب متناولة بالاسم العالم ده او الحالات دي. وعلى فكرة انا عايزة اقول ان بعد ما عملت المسلسل ده في ناس كتير جدا قالوا لي دي جارتي كانت كده وكانت عينها بتنزل دم والنني بتاعها بيجراله كذا وصوتها بيجراله كذا، انت جارتك كده؟ طيب اوكي. وفي حالات اتشافت كتير جدا بالمنظر ده، ممكن يبقى الجرافيكس عمل شكل من اشكال المبالغه او التجسيد للحاله على الوش وعلى العين وعلى كذا، لكن دي كحاله روحانيه موجوده. احنا عندنا، لان احنا عندنا حساسيه ان احنا عالم ثالث بنقول ده دجل وشعوذه، لكن الحاجات دي بتدرس بره في اوروبا. لما بيتعمل فيلم عالمي يكسر الدنيا في أمريكا ولا في إنجلترا ولا كذا عن الروحانيات وعن اللبس وعن العالم الآخر وعن الأرواح اللي بتنتقم لنفسها، الدنيا بتتقلب وبنقف طوابير على السينمات وبنشتري السيديهات وبنتفرج وبنتطاحن ونتناقش فيه وننبهر بيه. لما نيجي نعمله احنا في بلدنا يبقى بنشجع الدجل والشعوذة. مبدئيا هو مش دجل وشعوذة، دي حالات حقيقية معاشة مفسرة علميا وروحانيا. ثانيا دايما نظام جلد الذات ان احنا اقل من الاخرين، فما ينفعش نقول ما ينفعش نعمل، الاخرين بيعملوا وبننبهر بيهم، لما نيجي احنا نعمل نبقى احنا وحشين وبنتراجع وبنقدم دراما غير منطقية. وفي النهايه احنا بنتفرج على فن، يعني حتى بعض الناس يقول لي انا مش مقتنع بهذا العالم، اوكي اتشدت واتفرجت ولا لا؟ اتشدت واتفرجت، يبقى اذا في شيء مسك في هذا العمل، لولا ما اتشدت واتفرجت وتابعت واتفرجت على عادات وناس بتتفرج على عاداته لغايه دلوقتي.